ورانا في الولايه نطالب بالوالي بيدي لنا حل. حنا ما عندناش وين نروحوا خاطر حنا رانا في وقت ما كاش وين تروح لا جوناس راهم بزاف وكاع تما يدخل واحد ريتريتي مستفاد من عند الدوله. حنا وين نروحوا؟ روحونا حرقوا ديروا لنا حل وصاي. احنا مركز سيدي بالعباس لعمال التربيه. دوك انا السؤال اللي غادي نوجهه للجنه الوطنيه، كيفاش باغيين يبلعوا المركز تاع سيدي بالعباس وباغيين يحلوا واحد في سعيده، ودوك العمال اللي راهم هنا 32 عامل كيفاش غادي يديروا؟ دروك نمشوا نديروا الحرق وكاع نروحوا نديروا في البوطه ونحرقوا، اللي جاني يروح حرقوا والنساء يحرقوا. دوك واحد وين يروح؟ الخدامه هادو راهم كاع بولادهم، وين غادي يروحوا؟ اللي عنده سيدي دي واللي عنده لانام واللي عنده كيفاش غادي نديروا؟ دوك الخدامه هادو ها معاونات لي فام. نحنا نطالبوا بالتدخل الوالي. دوك اليوم رانا مجمعين عند الولايه نطالبوا من الوالي يتدخل ولا الوزير ووزير العمل ووزيرة التربيه، خاطش حنا بعثنا لوزارة العمل بعثنا لوزارة ما فيش تدخل. وين احنا مالناش عمال؟ وحنا 32 عامل بمركز الاستقبال والراحه لولايه سيدي بالعباس، رانا نطالبوا بتدخل سيد الوالي اللي هذه رانا دايرينها صافي 15 جوغ، ولا ما كان اللي شافنا ما كان اللي سمعنا ما كان اللي جعتنا. بوغتو رحنا لمدير التربيه ما استقبلناش، جينا ديجا هنايا للوالي ما استقبلناش، رحنا حتى لالجي عند اللجنه روحوا دوك نشوفوا الحل تاعكم. لحد الان ما كانش اللي شاف لنا في الحل تاعنا، وحنا كاع رانا عمال بعقود قانونيه، شفنا المحكمه الاداريه وشفنا قانوني بين ليله ونهار بانت لهم يحبسونا. رانا من 2013 نطالبوا بالاعاده الى المناصب تاعنا. ما راه ما حنا ما راهمش معانا في الخساره، معانا راهم في الفايده. رانا نعاونوا العمال، حنا رانا عمال التربيه كاع راهم يجوا يديروا اللي يبغوا. عندنا مقهى، عندنا فندق، عندنا قاعه الحفلات، اللي يبغوه كاين وعاملين عادي. بين ليله ونهار قال لك حبسوا. قانون داره واحد ما راه قاري دستور ما قاري والو، دار قانون وحده قال لك طبقوه. وحنا صاي درنا لي كونطرا تاعنا، فتنا على كاع المراحل. دروك حنا التالي فينا ما عندناش وين يروح، ما يقاد لي يستافد لا ملانيم لا ملاداس لا حتى حاجه. اي نروحوا غير هاك يدبروا لنا في بلايص واحد اخرين.